مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إخفاء الميليشيا أرقام مصابي ووفيات فيروس كورونا في صنعاء. كشف تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن تعتيم ميليشيا الحوثي على انتشار وباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقالت إن جثث الضحايا تنقل إلى المقابر في جنح الليل وسط صمت مطبق، مشيرة إلى أن الحوثيين لا يسمحون لأحد بدفن الموتى سوى قلة من أقاربه دون السماح بحضور أعداد كبيرة أو اصطحاب الهواتف. وأضاف التقرير أن حفاري القبور وحراس المقابر تلقوا تحذيرات من الحديث عن أسباب الوفاة، فيما لم يتم إخبار العائلات بشأن حقيقة وفاة ذويهم بسبب فيروس كورونا، كما لا يتم نشر نتائج الاختبار على الإطلاق. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما أسباب وأثار إخفاء الميليشيا لأعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا؟ وما موقف المنظمات الدولية والأممية من تعمد الميليشيا إخفاء ذلك؟ لم يعد إخفاء حقيقة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صنعاء هو ما يشغل الناس هنا بعد أن امتلأت المشافي بجثث الضحايا الذين تحاول ميليشيا الحوثي إخفاء هوياتهم ونقلهم وسط صمت كامل إلى المقابر. أسوشيتد بريس الأمريكية وفي تقرير لها قالت إن ميليشيا الحوثي في صنعاء تعمد إلى نقل جثامين الموتى تحت جنح الليل وسط صمت مطبق، حيث لا يسمحون سوى بتواجد عدد قليل من أقارب الموتى عند الدفن. لا تهرب الميليشيا فقط من طمس الحقائق وإخفاء المعلومات بخصوص انتشار الوباء في صنعاء، لكنها تذهب أبعد من ذلك عبر توجيه إنذارات وتهديدات لحراس المقابر وحفاري القبور إنهم تحدثوا عن واقع وحقيقة ما يجري. على الصعيد الرسمي تقول الميليشيا إنهم اكتشفوا 4 حالات فقط بفيروس كورونا في مناطق سيطرتهم، لكنهم يرفضون نشر أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات. التصريحات الحوثية سرعان ما تم نفيها من قبل ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، الذي أكد بأنه يعتقد أن وفيات كورونا وحالات الإصابة بالآلاف وفق تقارير وصلت إليه من مقدمي الخدمات الصحية بالبلاد. ويرى مراقبون أنه منذ انتشار وباء كورونا في صنعاء تعمد الميليشيا إلى إخفاء الحقائق بشأن ذلك حتى لا يؤثر ذلك على معنويات جنودهم في الجبهات، غير مكترثة بما يمكن أن يسببه ذلك من كوارث أكبر بحق المواطنين القابعين في مناطق سيطرتها. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك سيد توفيق. أهلا وسهلا بك بجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. برأيك ما أسباب تعمد الميليشيا حتى تخفي الحقائق والأرقام المتعلقة بإصابات ووفيات كورونا؟ حقيقة للأسف الشديد ملف كورونا في اليمن تحول من ملف إنساني صحي إلى ملف سياسي أمني، وهذه هي الإشكالية الكبرى وراء التلاعب بالأرقام، بحيث تسعى كل جهة خاصة جماعة الحوثي بالدرجة الأساسية إلى أنها لا تحاول أن تظهر بأنها فشلت في إدارة مثل هذا الملف، وتشعر بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة. نحن في منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرنا قبل الأخير بينا أن هذا الملف تحول إلى ملفا أمنيا، وتخشى جماعة الحوثي بأن هذا الملف قد يؤدي إلى تعطل الحياة وعجزها عن مواجهة احتياجات الناس المعيشية، لأن أي إجراءات احترازية ربما تتطلب إمكانيات مادية هائلة، خاصة في حالة إلزام المحلات التجارية بإغلاق محلاتها، وبالتالي هذا سيؤثر بصورة كبيرة على الإتاوات التي يمكن أن تفرضها على التجار والمواطنين وأصحاب المحلات الصغيرة لرفض الجبهات بالإمكانيات المالية المطلوبة. هذه أحد الإشكاليات الكبيرة إلى حدنا، وبالتالي تعاملت مع هذا الملف بنوع من اللامسؤولية ونوع من سيد توفيق. السؤال بلفظ آخر أو بطريقة أخرى حتى نجد إجابة أكثر تفصيلا،
ما الذي ستستفيده الأطراف من إخفاء هذه الأرقام؟ جماعة الحوثي بالدرجة الأساسية يعني إخفاء مثل هذه الأرقام سيجعل الملف تحت سيطرها، سيجعل الوضع تحت السيطرة، يعني حالة الخوف وحالة الهلع هي أكثر هي أكثر تستطيع تقول الحالات التي يمكن أن تتسبب في اندلاع أو في انفجار الناس وجعلهم لديهم قابلية كبيرة لتلقي أي تحريض او اي دعوه الى 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 الى, إلى الثوره الى الخروج عن 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 هذه الجماعات، وبالتالي هذه احد المخاوف، اضافه الى انه كما بينا في احد التسريبات ان جماعه الحوثي تخشى انها تفقد جزء مهم من مواردها الماليه التي تفرضها على التجار والناس والشوارع بجراء إخفاء هذه المعلومات. عفوا. نعم. إذن ينضم إلينا أيضا من القاهرة رئيس منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان السيد مراد الغاراتي. أهلا بك مراد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء الخير. السؤال، ما الذي أو هل يعد هذا التعتيم انتهاكا لحقوق الإنسان؟ شكرا على الاستضافة. أولا في حقيقة الأمر هذا التعتيم هو يعتبر مخالفة للأعراف والقيم المتعلقة بمثل هذا الوباء وفقا للتشريعات الدولية المعنية بالصحة أو المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية، والتي يفترض أن يتم الإعلان عن هذه الأوبئة والأرقام والمعلومات المتعلقة بها وفقا لتلك التشريعات، ولكن التشريعات الدولية تعطي الصلاحية للسلطات المعنية بأنها هي التي تعلن عن تلك الأرقام، وبالتالي هذا يعد مخالفة للتشريعات الدولية ويعد مخالفة أيضا للقواعد القانونية والقواعد الصحية فيما يتعلق بهذا الوباء، لأن مسألة إعلان المعلومات تسهل إيصال الاحتياجات، تسهل الإجراءات المتعلقة بمواجهة هذا الوباء، ولذلك فإن هذا التعتيم يعد مخالفة كبيرة، لأنه يضر إذا نظرنا إليها حتى من منظور المواطنين أو من منظور حقوق الناس، لأنها يضر بالمواطنين وبحقوقهم أو يخالف أو ينتهك حقوقهم، وتعتبر مثل هذه العمليات التي تمارسها ميليشيات الحوثي أنا أصنفها بأنها جريمة ضد الإنسانية، لا تراعي الاحتياجات الإنسانية سواء الصحية أو الغذائية أو ما إلى ذلك من هذا القبيل، هي شبيهة بمسألة نهب المواد الإغاثية والإنسانية التي تصل للمواطن من قبل ميليشيات الحوثي، وهذه نفسها كون الممارسات والإجراءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي حتى في هذا تشابه ما تقوم به الآن في مسألة مواجهة كورونا من خلال نهب الإغاثيات والاحتياجات اللازمة. نحن نعرف تماما أو كما ذكر ضيفك الكريم ندرك تماما بان ممارسه الميليشيات فيما يتعلق بجائحه كورونا هي ممارسات مخالفه لكل المواثيق ولكل الاعراف ولحقوق الانسان. نعم. توفيق الحميدي، البعض يقول يعني اليس اعلان ميليشيا الحوثي عن هذه الارقام وهذه بالنسبه للاصابات او الوفيات سيمكنها من جمع ما ستجود به المنظمات الدولية والأممية لمكافحة هذا الوباء، فلماذا تخفي هذه الأرقام؟ لا، جماعة الحوثي تدرك أن الإعلان الحقيقي عن هذه الأرقام هي كارثة بالنسبة لها. الإمكانيات التي يمكن أن تحصل عليها من الدول والمساعدات هي لن تفي بالغرض الكامل، الأمر واضح اليوم، هنالك عجز كبير. لاحظنا الدول تترنح، بل الدول تحولت أو مارست نوع من سلوك القرصنة ضد المواد والكمامات والأجهزة المطلوبة لمكافحة وباء كورونا. مثلا رأينا احتجاج ضد الولايات المتحدة الأمريكية بأخذها ما يقارب 200 مليون كمامة، رأينا إيطاليا في عرض البحر تتقرصن على مجموعة من الكمامات، رأينا في التشيك إلى آخر. الأمر هو أكبر من قدرة حتى المنظمات الدولية في ظل شح إمكانيات أخرى خارج إطار المنظمة، لأن الدول مشغولة بنفسها،
وبالتالي جماعة الحوثي هي تدرك جيدا هذا الأمر، تدرك على أن إذا ساد الهلع بين الناس وخرجت الأمور عن السيطرة هي ربما لن تستطيع أن تسيطر على الوضع داخل عاصمة صنعاء وبقية المحافظات خاصة وهي تقود حرب على الجبهات، وبالتالي لن تستطيع مقاومة الثورة الشعبية على هذا الحد كما بينت لك، ولذلك القضية أصبحت قضية أمن قومي. إذا سيد توفيق، ما الآثار المترتبة على هذا الإخفاء؟ طبعا الآثار المترتبة من الناحية الحقوقية ومن الناحية الصحية كبيرة. أولا من الناحية الصحية أن هنالك انتهاك يمارس، وهذا الانتهاك بحق الحصول على المعلومة وهذا أمر واضح، إضافة إلى أن هنالك انتهاكات متعلقة بحرية الرأي، انتهاكات متعلقة بحق المواطنين بالحصول على الدواء كأحد الحصول على المعلومة أيضا ذكرنا في قضية الشفافية، وإضافة إلى حق المواطنين بالحصول على الدواء إلى غير ذلك، وأيضا في أيضا من واجب الدولة أنها توفر الإمكانيات. أيضا رأينا الخسائر الفادحة إلى حد الآن، العديد من الأطباء، من المحامين، من القضاة، رأينا من دكاترة الجامعة افتقدتهم اليمن خلال الفترة السابقة، وهذه يعتبر استنزاف كبير لليمن، وبالتالي نحن نخسر باستمرار جماعة الحوثي. لذلك أنا قلت بكل وضوح هذه الجماعة لا تراعي أي شيء سوى مصلحتها الأولى بغض النظر عن الحقوق، الاتفاقيات، الواجبات، الجانب الإنساني أو الجانب الصحي، ولذلك هي اليوم سلمت المستشفيات، المقابر، حتى أنها أمرت بإغلاق العيادات بحيث لا يذهب أي مريض إلى العيادة، مباشرة يجب أن يذهب إلى المستشفى. وهنالك حدثت احتكاكات مع بعض أهالي المواطنين الذين حاولوا أخذ جثث أهاليهم، تم إيداعهم السجن، مما فتح الباب أمام تساؤلات كبيرة جدا يعني حول ماذا يدور في المستشفيات. نعم. دعني أعود للسيد مراد. سيد مراد، ما من الجانب الإنساني، ما الذي يجب على ميليشيا الحوثي في هذا الوضع، مع أننا نقول ميليشيا ولا حقوق ولا قانون لديها في نهجها، ونحن نرى الآن في هذا الوضع الكارثي وهي تتحدث عن أشياء أخرى وجبايات جديدة على المواطنين، ما الذي يجب على هذه الميليشيا في الوضع الذي تعيشه اليمن الآن؟ في الحقيقة هي ميليشيا كما تفضلت وليست دولة مسؤولة، يعني يجب على ميليشيا الحوثي أولا أن تتوقف عن كافة الممارسات، النقل فيما يتعلق بجائحة كورونا، عن كافة الممارسات بدءا بالممارسات التمييزية ضد المواطنين، فهي تقوم بمعالجة القيادات التابعة لها وتوفر لهم كل الرعاية الصحية بينما المواطنين اليمنيين يموتون من هذا الوباء. الشيء الآخر يجب عليها أن تسمح للمنظمات الدولية وتحديدا منظمة الصحة العالمية بالقيام بدورها وواجبها في مواجهة هذه الجائحة. ثالثا أن تقدم كل التسهيلات اللازمة للمنظمات والأطباء والمعنيين بمواجهة هذه الجائحة. ثالثا أن يكون لديها الشفافية في إعلان الأرقام والمعلومات المتعلقة بجائحة كورونا. نحن فعليا نرى العكس عن هذه المتطلبات التي يفترض أن تقوم بها ميليشيات الحوثي، حتى في مسألة الإجراءات الأولية البسيطة، فبدلا من أن ترسل طقم طبي مثلا لأشخاص مصابين بكورونا تقوم بإرسال طقم عسكري وتقوم باحتجازه وإبعاده عن أهله وإلى آخره، كل تلك المسائل التي تحدثنا عنها كثيرا في الفترة السابقة. نحن ننظر إلى الوضع الصحي المتردي، لم يعد هناك في الوضع العادي سوى 40% من النظام الصحي ما زال موجود، وحاليا جاء وباء كورونا ودمر كل ما تبقى. يعني منظمة الصحة العالمية تسحب نفسها من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتترك الأمر لتلك الميليشيات للعب بهذا الموضوع. دعني أسأل، الميليشيات تطلب من الـ من الـ من الأطباء عدم إيصال أي معلومات إلى المعنيين والمنظمات الدولية، هي بكل إجراءاتها تلك لا يمكن أن نطلب منها أو نناشدها في هذا الاتجاه. ليس هناك سوى أن المواطنين يحاولوا أن يحموا أنفسهم وأن يتخذوا الإجراءات لحماية أنفسهم من هذا الوباء، يعني هذا في أقل تقدير يمكن أن نطلبه من المواطنين. إذن أما الميليشيات دعني أسأل السيد توفيق، في ظل هذا التخاذل الموجود، ما موقف المنظمات الدولية والأممية في هذا الوضع؟
نرى تعتيم واضح من قبل ميليشيا الحوثي العداد توقف عند حالتين. ما موقف المنظمات من هذا الإجراء الذي يحدث على الأرض؟ المنظمات الدولية كان لديها موقف واضح خلال الفترة الماضية، ويمكن أن نرصد هذا الموقف، يمكن أن نرصد ذلك في موقفين أو ثلاثة. كان الموقف الأول من منظمة الصحة العالمية، والتي اتخذت قرارا واضحا بإغلاق عملها في العاصمة صنعاء احتجاجا على هذا الأمر، ممارسة جماعة الحوثي. رأينا الأمم المتحدة قامت بنقل عدد من الأطباء، ربما 100 من العاملين، ما يقارب 100 إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، خشية إصابتهم بوباء كورونا، وأرسلت تحذير بأن يلازمون بيوتهم ويتم العمل من داخل البيوت. الموقف الثالث متعلق بالإمكانية المادية، ورأينا منظمات مثل يعني البرنامج الغذاء العالمي ومرشق الشؤون الإنسانية يرى بأنه ربما قد يغلق ما يقارب من 90% من مشاريعهم في اليمن بسبب الضوائق المالية. ولذلك رأينا انعقاد مؤتمر الرياض في محاولة لتوفير جزء من الدعم المادي المطلوب لمواجهة مثل هذه الجائحة، ورصد ما يقارب مليار و300 ألف، لكن باعتقادي أن هذا الأمر يعني غير كافي، لأن اليوم اليمن بحاجة إلى تفاعل جاد، إلى خطة عمل مشتركة تشرف عليها منظمات دولية ومحلية، ويكون هنالك تنسيق أو خطة طوارئ مشتركة، وهذا يتطلب من كل الأطراف أن يتنازلوا عن الذهنية الأمنية، بمعنى إدارة هذا الملف بعقلية فنية صحية، بمعنى تسليم الملف الصحي في العاصمة صنعاء للكوادر الطبية المؤهلة وهكذا. نعم، أشكرك توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وأعود إليك سيد مراد، إذن تحدثنا ما الذي يجب على ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تجاه هذا التعتيم؟ ما الذي يجب على الأطراف الأخرى الشرعية والمنظمات الدولية والتحالف أيضا، ما الذي يجب عليهم من الناحية الإنسانية لإنقاذ هذا الوضع؟ يا عزيزي، يعني أشير إلى أن هناك سوء إدارة لهذا الملف، ربما يعني بشكل أكبر أو بنسبة أكبر من قبل ميليشيات الحوثي، وأيضا هناك سوء إدارة ربما من قبل الحكومة الشرعية. دعنا نقول أن المسؤولين المسؤولية مباشرة هم الأطراف اليمنية المعنية بهذا الموضوع. ربما التحالف يحاول أن يقدم وعقد مؤتمر المانحين، وتحدث من كل من تواجد في مؤتمر المانحين عن جزء من الدعم الذي قدمه للجانب الإنساني، تحدثوا جزء منه لجانب لمواجهة جائحة كورونا. ولكن ينبغي يعني في كل الأحوال أن يكون هناك، كما تحدث الأخ توفيق، أن يكون هناك على الأقل لجنة تنسيق بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي لتوفير المعلومات الكافية عن هذا الوباء، والسماح بكل المنظمات الدولية أن توصل تلك. دعني أشير إلى نقطة هامة أيضا، هناك مبادرات كثيرة تشكلت وداخل اليمن من قبل أطباء ومن قبل كيانات طبية أو صحية، تحاول تقديم ما تستطيعه بجهود ذاتية لليمن من كمامات، من يعني ملابس وقاية، من بعض الأشياء التي توفر حماية سواء للأطباء أو للمصابين، حتى تقديم خدمات عبر الهاتف لكل المصابين من المواطنين. نعم، نحن الآن نتحدث عن أشياء لازمة وليست كماليات. دعني أشرك معنا الناشط السياسي من بيروت طالب الحسني. سيد طالب، ميليشيا الحوثي تلجأ إلى إخفاء الأرقام، ما السبب؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني أعتقد أن يعني أن حملة مثل هذه في موضوع كورونا لا يحتاج إلى الكثير من التسجيل. يعني هذه الأرقام التي تفتيها هي أرقام موتى كما تقولون كورونا. يعني هل بالمعقول أن الأصحاب الذين يتوفون إن كان بكورونا أو بغير كورونا يعني لا يتكلمون، لا ينطقون؟ ماذا ستستفيد حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء أن تخفي أرقام
الوفيات من كورونا. ماذا الذي يحدد اصلا يعني عدد الضحايا بكورونا، وما الذي يمكن ان يتم الاستفاده منه؟ يعني اذا كانت الصحه العالميه تريد هي ان تتكفل بموضوع الارقام من اجل التكفل باسم اليمن، هذا اصلا ممنوع يعني. وبالتالي هناك عدد من الدول دخلت هي والصحه العالميه في جدال كبير، واخرها البرازيل. سيد طالب، من حق سيد طالب العالميه ان تقود حمله مغرضه. سيد طالب، هل دعنا نتكلم بمنطقية قليلا، هل من المنطقي أن الفيروس انتشر بشكل مرعب في جميع أنحاء العالم وفي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي مر شهران وهناك حالتين، يعني وهناك حالتان، هل من المنطقية هذه الأرقام وهذه الإحصائيات؟ هناك استراتيجية لوزارة الصحة ما تعلن بأرقام الوفيات، وأن تعالج دون اللجوء إلى الأعلام، وهي لا تخفي أنه هناك انتشار لفيروس كورونا، وهناك جهود لمواجهة الفيروس، وهناك مستشفيات في العاصمة صنعاء، في دمار، في معبر، في سعد، في أد، في كل المدن اليمنية التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني تعالج هذه هذا الفيروس، وهناك زيارات، وهناك مؤتمرات صحفية يعقدها وزير الصحة، وهناك الحديث عن ان هناك انتشار، وهناك ايضا اعلان، لكن هناك حديث حتى من قبل اطباء ولا يصيحون عن هويتهم. لا سيدي، ليس هناك نعم. شرط، ليس هناك شرط ان يتم الاعلان عن ارقام الوفيات او ارقام المصابين بفيروس كورونا، ليس هناك شرط. لا احد في العالم سياتي ويطلع، ولكن هناك حديث حتى من قبل وليس من قبل المواطنين فقط، يعني نحن راينا فيديوهات يتحدث من خلالها مواطنين يقولون نحن الآن نأخذ حالات ونأخذ جثث بأنفسنا ولا توجد سيارات إسعاف، وهذا حديث متداول وفيديوهات يعني تم تداولها، وأيضا من قبل أطباء في المستشفيات المذكورة ومستشفيات أخرى في صنعاء وغيرها يتحدثون عن تعتيم وعن مصادرة للهواتف وتهديد لهؤلاء الأطباء إن تتحدثوا بالأرقام، وهذه أشياء مسجلة ويعني موثقة. يعني الأشياء الموثقة كما تقولون، يعني من هم الأطباء؟ يعني ما هي الجهة التي تبحث وكمتابع وكناشد؟ ما هي الجهة التي يمكن أعتمد عليها وأقول هذه الجهة تقول الحقيقة وعلينا أن نستمع لها وأن يعني نحتكم إليها؟ الحملات في ظل يعني صراع مع حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء كثيرة، يعني كل يوم لدينا حملة، ولكن لا نستطيع أن نقول لحكومة الإنقاذ الوطني يجب عليكم أن تعلنوا الحالات، أن تعلنوا الوفيات، لا يمكن أن يكون هناك إلزام، يعني حقوق يعني منظمة الصحة تريد أن يكون هناك إعلان للأرقام من أجل أن تقبض أموال وأن يكون هناك مساعدات اليمن باسم واجهتهم، وهم يريدون ايضا ان يقوموا بدور المكافح للفيروس على الرغم من انهم لا يقدمون شيء، يعني كان يجب عليكم حتى في الاعلام ان تقولوا ان العدوان يحتجز اليوم 15 سفينه في البحر تحمل نصف مليون طن. نحن هنا سيد طالب نتحدث عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ما لها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟ هناك مستشفيات وهناك جهود تقوم بها حكومه الانقاذ الوطني لمواجهه الفيروس، هناك ايضا توجيهات للمواطنين، هناك اقفال للمدارس، هناك منع. هذه المستشفيات توفي فيها عدد من الطواقم الطبيه وتوفي فيها ايضا مواطنون في تعتيم كبير، وهناك ايضا دفن وحديث من حفاري قبور وحراس مقابر أنه يتم دفن الجثث في جنح الليل. في الليل سبحان الله العظيم، يا الذكاء الكبير الذي يخترقه. نحن نتحدث هنا عن أشياء موثقة يعني وشهادات. العالم مباح إلى هذه الدرجة، يعني يدفنون في الليل، وأيضا الإبرة التي الإبرة التي يستخدمها الحوثيون للخلاص من المرضى، يعني علينا أن نحصل
كإعلاميين وكصحفيين وكحياديين من تداول حملات بهذه الصحافة. سيد طالب، سيد طالب، دعنا نستخدم ألفاظ تليق بالقناة وتليق بك أنت. الحديث هنا عن فيديوهات، عن فيديوهات موثقة من مواطنين وهي موجودة وعرضت على أكثر من منصة وأكثر من قناة. حكومة الإنقاذ تعاني من أن المواطنين يتم التشهير، حتى الذين يموتون بكورونا يتم تشهيرهم ويتم إقامة إزاءات، وتعاني من هذه الحالة. فكيف يمكن أن نقول أنهم يدخلونهم في الليل وكأنهم في الغابة؟ دعني أعود للسيد مراد. سيد مراد، إنه لا يسمح أن يدخل في الليل أو في الفجر وفي واحد يسبح في هذه الحالة على الإطلاق. نعم سيد مراد، أنت سمعت ما قاله طالب الحسني، يقول أن هذه سخافات كما وصفها، وأنه لا توجد حالات ولا توجد أرقام ولا يوجد تعتيم أصلا. يا سيدي، دعني أعود إلى تصريح وزير الصحة طه المتوكل التابع للحوثيين. هو يتحدث أنه لا يريد إثارة الرعب في أوساط اليمنيين بانتشار وباء كورونا حفاظا على حالتهم النفسية، وهذا اعتراف صريح وواضح بانتشار الفيروس في اليمن. هذه نقطة. النقطة الأخرى تتعلق بتصريحاتهم، أنهم لم يوضحوا في تصريحاتهم كيف تم احتواء هذا الوباء، في حالة أنهم لا يريدون انتشار الهلع والرعب لدى المواطنين. لم يوضحوا أي شيء من هذا القبيل. أعلنوا عن حالات بعد موتها أو حالات بعد شفائها، الأربع الحالات أو ثنتين حالات، لكن بمعنى آخر أن هناك انتشار لتلك الحالات كثيرا. نحن نعرف من أقربائنا وأقرباء أصدقائنا يموتون بكورونا كل يوم داخل صنعاء. لماذا لم يتم الإعلان أو حصر هذه الحالات أو عددها حتى كمعلومات وليس كإجراءات؟ نعم، ونتابع ذلك على منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي ومنشورات لا تعد. بالضبط. لماذا لم تقبل هذه حكومة الإنقاذ الوطني التي يتحدث عنها أو ميليشيات الحوثي، لماذا لم تقبل بالاحتكام إلى إجراءات وبروتوكولات منظمات الصحة العالمية أو الصليب الأحمر أو أطباء بلا حدود؟ كل هذه المنظمات التي تريد أن تعمل على مواجهة الوباء كما دعمت دول أخرى كثيرة كان لديها الوباء منتشر. لماذا ميليشيات الحوثي تمنح تصاريح الدبل ولا تكتب أن السبب هو وباء كورونا؟ هناك الكثير ممن ماتوا بوباء كورونا. تصريحات الدفن الخاصة بهم يقول بأنها جلطة وأنها مش عارف إيش إلى آخره من هذه. لماذا يتم أخذ تعهدات من الأسر ومن الأطباء، تعهدات مكتوبة بأن لا يتحدثوا عن هذه عن هذا الوباء أو أن أقاربهم ماتوا بكورونا، والأطباء حتى لا يتحدثوا بهذه التفاصيل أو المعلومات. أشكرك. كل هذه الأشياء تمارسها ميليشيات الحوثي، ونحن نرجو ونطالب ونأمل ونناشد من ميليشيات الحوثي أن تساعد المنظمات الدولية وتساعد اليمنيين بالإعلان عن مدى انتشار هذا الوباء والمعلومات حتى نتمكن من مواجهة هذا الفيروس والوباء. نحن لسنا في معركة عسكرية التي التي قادتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على الحكومة الشرعية. نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع حتى إذن هذه معلومات ليست معلومات. هذه عسكرية. مناشدة لميليشيا الحوثي ومن جانب إنساني. أشكرك مراد الغاراتي، رئيس منظمة تمكين للتنمية والحقوق، كنت معنا من القاهرة. كما أشكرك طالب الحسني، كنت معنا من بيروت، الناشط السياسي. كما أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.